ماذا عن آباء الكنيسة قسيس رضا؟ أشكرك يا قسيس نزار لآباء الكنيسة. آباء الكنيسة الحقيقة عملوا كم من الاقتباسات من الكلمة المقدسة رائع جدا وعظيم. أنا مش عارف أقول العدد في الأول بتاع الاقتباسات بتاع الآباء عملوا قد إيه عدد الاقتباسات، لا أنا هقوله في الآخر. بس أنا عايز أقول لك حاجة يا قسيس نزار وكل المشاهدات والمشاهدين. اللي هقوله دلوقتي حتى عام 325 مجمع نقية. بالضبط. فاللي هقوله ده لحد سنة 325 ما حدش يجي يقول لي إن حصل تحريف للكتاب المقدس بعد كده. احنا بنتكلم لحد 325. اسمع من فضلك وتابع معايا. أكليمندوس الإسكندري عام 95 تلميذ الرسل اقتبس من متى ومرقس وأعمال وكورنثوس الأولى وبطرس الأولى وعبرانيين وتيتوس. أغناطيوس عام 110 اقتبس من متى ويوحنا وأعمال وكولوسي وأفسس وفيليبي وغلاطيا ويعقوب وتيتوس واحد واثنين وتيموثاوس واحد واثنين وسالب بطرس. سيبك من الحاجات دي، انا جاي في حاجات تانية كمان اهم. اكليمندوس الاسكندري الراجل بتاعنا بتاع اسكندرية دول اللي بيقول الاسكندرانية اجدع ناس، انا فرحان بالاسكندرانية. اكليمندوس الاسكندري عام 212 ميلادية اقتبس 240 آية من كل الاسفار ما عدا ثلاث اسفار. ترتليانس عام 220 أسقف قرطاجنة اقتبس 7000 آية منها 3800 آية من الأناجيل. أوريجانوس 254 ميلادية اقتبس 18000 آية. كبريانوس 258 أسقف قرطاجنة اقتبس 1030 آية من العهد الجديد وحوالي 740 من العهد القديم. يوسابيوس اللي عاصر مجمع نيقية اللي بتكلم عليه اقتبس 5170 آية من العهد الجديد. اسمعوا من فضلكم وخلوا بالكم، احنا بنتكلم لحد عام 325 لحد عام 325 عدد هذه الاقتباسات 36280 اقتباس تقريبا. بعض الاقتباسات كانت صحيح من الذاكرة، بعض الاقتباسات كانت من ترجمات مختلفة، لكن العدد النهائي لهذه الاقتباسات هو 36280 اقتباس حتى عام 325 حتى مجمع نيقية. ده بخلاف ايه؟ اقتباسات أغسطينوس وأثناسيوس ويوحنا فم الذهب وشيروم وأمبروزيوس. واحد من ضمن العلماء السير دابريل ميل عمل تجربة أكاديمية، وقال ماذا لو ضاع أو أحرق العهد الجديد في القرن الثالث. قال بعد الدراسة الأكاديمية قال الآتي: لو أحرق العهد الجديد يمكننا أن نسترجع العهد الجديد من اقتباسات الآباء ما عدا 11 آية. واو. لو أحرق كل نسخ العهد الجديد كلها طبعا حاول بعض الأباطرة والقياصرة ان هم يحرقوا الكتاب المقدس وانهم يدمروا ويقتلوا واو الى اخره، لكن بقي الكتاب المقدس. لو فقدنا في القرن الثالث كل نسخ العهد الجديد نستطيع ان نسترجع الكتاب المقدس العهد الجديد كله ما عدا 11 آية. شيء رائع يا أسيس نزار، شيء رائع، نشكر ربنا لاجله.